خالد محمد وفي العمر ديالي 29 سنة. هو أنا كنت مريض، أنا يا هادي راهي من الصغر ديالي كنت حيت هاد الكلوة هادي اليمنية، ما كنت مريضة علي هادي من الصغر ديالي كنت خماجتلو كنت حيدو علي هنايا نيت محمد الخامس فين كانت عندي هادي 7 سنين. المهم كنت بقيت عايش شوية نوت كانو عاودها وعاودة مرضات لي هاد لي صار هي هادي. رفشها مشي تدوز قالوا لي خاصك دير هادا راهي الدياليز. صافي ولي دير الدياليز هنايا نيت في مولاي سماعيل. 7 سنين دابا هادي وانايا معاهم هنايا نيت في مولاي سماعيل. 7 سنين دابا. جوج حصات في السيمانة عندي نيت هادي الاربع والسبت في الصباح 4 السوايع تنبقى ندير. تنبقى نحيد 4 كيلو في 4 السوايع. وانايا قاسها كنت تنبقى ندير معاهم الدياليز 7 سنين. السبب ديالي كنت اخويا انايا هادي راهي ما تنشربش الماء بزاف نيت كنت عامل راسي من الماء كنت ما تنشربش الماء بزاف. صافي نيت هادي كان خاصني الماء انايا ديك كسر من الطاقه ديالي وانا كنت كاع انايا كنت كاع دايره ما تنشربش الماء ديالي. انايا كنت خدام في الروايد مشحال هادي كنت صنايعي هادي راهي انت البنوات. وصافي فاش مرت ما قديت صافي منهو عليا هادو الثقل ما كنت دايرها داير على باري فيتي هي كنت درت الاولى وصافي وكنت جلست وكنت خدام نيت بهذيك الكريسة ديال ديالي نيت كنت دايرها داير هي الخضرة نيت في رمضان وكنت هزيت الثقل وكنت عاوتاني هادير هي كانت سكتات لي وعاوتاني مشيت عاودت نيت بشي 120,000 ريال هنايا عند رافا نيت في كرنيط. ودابا انا خويا عافاك هدارة تنبقى نطلب عافاك هدارة من الجمعية عافاك هدارة التعاون معاك ما بقى عندي اللي كان عندي. انايا كنت امنيتي كنت باغي ندير موتور باش تنعاون راسي وانا نبقى نداوي راسي بيدي نيت وليني اللي كان عندي انا عاودت بيه لما كانا هادشي ما بقيت ما عمرني طلبت شي واحد ما عمرني قلت لشي واحد ولكن الغالب الله عييت اخويا تقهرت. انا يا خدام على امي وادك وراني مجوج وما عندي ولا خويا ولا اب ولا اخت والو عشية انا امي وهادي مراتي اللي عاد تزوجت هادي بشي عام تزوجت دابا هادي بشي عام دابا باش تزوج ايوا كان انت اخويا دابا دراي تشوف دابا دراي الحال دابا انا دراشي هادي نتا من العيد الكبير ما عاودتش بعت قبل من العيد الكبير ما عاودتش بعت هاي جالس دابا نتا تنضيباني هكا يا هكا وصافي عايش بدي الله وصافي اللي جا ما تناكلو وصافي. انا يا بغيت انا يا دراهم من المغاربه دوك راهي من خوتي العزاز راهي شي جمعيه فغدا راهي التعاون معايا بغيت ندير انا يا دير راهي موتور راهي باش نخدم على راسي صافي ما بغيت والو ولا فلوس ولا كاع انا يا شي حاجه بغيت انا يا دير راهي باش نداوي راسي وباغي نخدم على راسي صافي. دوك التحاليل عليك خاصك دار وري خاصك تمشي دير التحاليل مشي بعد الخطرات هكايا نيشا وما عاد تيبقاو يعطيونا خصنا نمشيو حتى لفاسه الكرنيط باش عاد تدير التحاليل تمايا وعاوتاني خاصك تمشي تطلع حتى لفاس تجيبهم وعاوتاني عاد تجيبها لهم اللي هنايا نيشا دار علم ولا يسمعين مرة نيش بحال هكايا هاديك العام من العام كتيبقاو يعطيوك كسير طلع ديرهم فاس نيت على حسابهم. انا يا خو انا يا دراي تنقول خوتي المغاربه هذوك اللي تيعرف شي جمعيات تعاون معايا وما انتم راكم شفتوا دراي الحاله ديالي الله يرحم الوالدين هاد 06-69-45-01-86 هذا هو الرقم ديالي في حي هادي راهي نتوارقه ضرب الصرف في مكناس هذا النساء هو الرقم ديالي. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.